ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في البدء فليعلم الجميع إن الرسول عليه الصلاة والسلام ظهر في أقوام كان يزنون وكانوا يشربون الخمر يفعلون ما يفعلون من الكبائر، فلم يبدأ بهذه الكبائر بل بدأ بالتوحيد اللي هو حق الله على العبيد، ولأنه ده الشيء ربنا خلق العباد عشانه. عشان كده رسول الله ما بدأ بالزنا، قال لهم خلوا الزنا ولا خلوا الخمرة ولا خلوا قتل النفس، بدأ بالعقيدة الصحيحة. أن ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أهل التفسير قالوا للتوحيد للعبادة، فلأنه يا جماعة دي أكبر مصيبة بتخلد وأكبر كبيرة بتخلد بني آدم في النار، ما بيقعد فيها دقيقة ولا ساعة ولا سنة ولا سنتين، لا نهاية. معناه الموضوع ده خطير وكبير جدا، موضوع ده ما سهل بيتكلموا فيه الدعاة ده، لأنه يا جماعة ماتوا فيه أنبياء. معناه الكلام ده حتى من الأنبياء ما داير إنه الكلام ده حتى من الأنبياء، مو يدور بيتكلم في تندلتي ولا اللبيض ولا شندلاء، الأنبياء ما داير. الموضوع ده خطير شديد وفيه موت، هذول بيموت في حفلة ده يا جماعة، بيدوبوني بيجي المقابر، دول لما تموت في عقيدة دي دعوة الأنبياء. والرجل الصالح حبيب النجار مات في الدعوة دي، ربنا قال وجاء من أقصى المدينة رجل يدعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يدع لكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دوني آلهة، أتوي إلي آلهة، يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. قال أنا ضال، إني آمنت بربكم فاسمعون. قتلوه طوالي في الحتة دي، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ربنا دخل الجنة، فالزول ديل يكون أسود الأنبياء الصحابة الصالحين الماتوا زي هذا الرجل الصالح، يكون ديل قدوتك، ما تعمل ليه قدوة غير ديل، لأنه يمكن ينحرف ويمكن ينجرف ويمكن ويمكن. كان كده الزول الدارجي في الدعوة دي قدام يتابع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ضربوه يا جماعة، ده سيد البشر، سيد البشر، كسروا سنه عليه رباعيته عليه الصلاة والسلام، وشج جبينه عليه الصلاة والسلام، حاجة شج بها جبين النبي عليه الصلاة والسلام، دي ما حاجة سهلة يا جماعة، ما حاجة سهلة. يجوا الناس واحدين يبيعوها بريالات بدنانين، أبدا والله، والله نحن شج فيها سيد البشر، لو نموت الآن ما نخليها والله، لأنه مات فيها ضرب فيها سيد البشر. إبراهيم عليه السلام نبي يدعو في النار، ليه؟ في الموضوع ده ما كان عنده حكمة؟ يا نادى الحكمة، ما كان عنده حكمة؟ كان عنده حكمة، كان عنده حكمة عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده حكمة؟ لو قلت ما عنده حكمة بتكفر، ما عندك أي حاجة، ده سيد البشر. يحيى عليه السلام ذبحوه عديل، مش طعن بالسكين، لا ذبحوه مرة واحدة، نبي. ربنا جاب الكلام ده في القرآن، ربنا قال ففريقا كذبتم
وفريقا تقتلون. فيا جماعة والله دي أشرف دعوة، ومش إلا الشرط تكون إن اجتماع علماء، ولا المفروض ما نتكلم ذات. لكرتون قال بلغوا عني ولو آية، ولو آية دي أعظم دعوة وأشرف دعوة المسلم يمتكها، يمتكها. عشان كده الكبيرة دي يا جماعة كبيرة عظيمة، الأنبياء ماتوا فيها، اللي هي نهوا الناس عن الشرك. عشان كده ربنا قال بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الإمام السعدي المراد بهذه الخطيئة الشرك، الشرك بالله، لأن الآية البعادة طوالي. ربنا قال والذين آمنوا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. دير أهل التوحيد، أهل التوحيد بيمشوا الجنة طوالي ولو عندهم معاصي، لأنه في الحديث القدسي ربنا قال لك يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لغيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. شوف التوحيد يا جماعة، نعمة ولا ما نعمة؟ نعمة ما زيها نعمة. انت بطوالي دور التوحيد، اول ما متجادك الملائكة طوالي انت شفت مقعدك من الجنة ببشروك. ودور الشرك طوالي كمان بيجوه ملائكة مخصصين للزول المشرك، والزول المشرك ده مش خواجة ساكن في امريكا، لا لا لا، يمكن تكون مشرك وقاعد معانا في الخرطوم بحري وبياكل موز وبرتقال، يكون مشرك قاعد معانا تلقى بصلي في الصف الاول، كن مشرك كبير. ربنا دبرس له ملائكه، ملائكه رسل، ملائكه للموت. ربنا قال حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله، وين حمال الحمائل؟ وين الفرقة؟ وين البرعي؟ وين صاحب نيمة؟ قالوا ضلوا عنا، ما شايف النوم. ربنا قال شنو؟ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، قالوا نحن كفار يا الله. دمتين لكن يا جماعة، ده عند الموت تاني كلامنا ما بينفعك، لا من تجي الغرغرة وجوك الملائكة هناك كلامنا ما بينفعك. عشان كده يا جماعة كلام ده لما نقول لذول حتى لموحد، نحن ما موحدين زي الأنبياء ولا الصحابة. إذا كان الأنبياء ربنا بقول عن الرسل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ده للأنبياء يا جماعة. وربنا قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام لئن أشركت البيحصل شنو؟ ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وحد الله وكن من الشاكرين. أهل العلم بيقولوا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، واحدين تاني بيتكلموا عن إبراهيم قالوا ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام، إذا كان يا جماعة إبراهيم بيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ده إبراهيم، ده إبراهيم، فكيف نحن الشرك ما يخشنا؟ أنت الشرك لابد تستعيد منه، لأنه كان يستعيد من الشرك عليه الصلاة والسلام، مع أنه الأنبياء معصومين جميعا، مع ذلك بيخافوا من الشرك، بيخافوا من الشرك. فكيف يجي واحد يقول لك لا أنا ما يا أنبياء بيخاف؟ فالشرك يا جماعة في السودان ده عندنا كثير، نصحت لكم أقول لكم لأنه قال يقدم شيخ من بعدي، الشرك في السودان عندنا شرك كثير والله. لو قام أبو لهب، لو ربنا طور أبو لهب من قبره جاء السودان بس نص ساعة بس لفة كده، أدي أقول يوم كامل بدأ من بور السودان ويا غاشب مدني والقضارب ومعرفات كده الغريب وجفات كده الشمالية والشرك، والله حشوف شرك. أبو لهب ده أنا متأكد بيتمسكوا تايفوت وبيجيهم لاريا وبيجيهم صداع وبيطرش وبكورك، لأنه شرك ده ما عملوا،
شرك كعب. إذا كان هنا في واحد ما تكجنا في السودان يعني مش في البلد في السودان في بحري واحد ما تكجنا بس أبو لا ما كان ما تكجنا واحد ماسك صاقع واحد ماسك مويه واحد ماسك قروش واحد ماسك بترول واليوم انت ما في جاد وين بتاع البترول ده كلهم قطابين ده القروش واد بدر قال انا ماسك القروش بس في خمسينات جاد جديده جابه تقول يا واد بدر من الفقر ماسك قروش بس انا لو زعلان منك قريش ما بدك له تلقى القروش عند الله واحد ماسك الجنة لزيرقاب والكباشي دين ماسكين جنة بس براهم بس ما معاه نيزهم تخصيص نساء وتوليد بس جنة بس برعي قال كباشي كم عقد ولد كم حل عقد ده البرعي ذاته ما قلت أنا البرعي هو اللي قال اللي زرقاب قالوا الولد بوقية والبيت بنص وقية يا جماعة شريك زي ده ما في المرغنية قالوا نحن ماسكين الكون ده براو مش المروحة لا ولا المكيف الكون قالوا نحن المراغنة عن قدم من زمان يعني الكون أعلاه أسفله في طي غبضتنا يا اخ بعد مرات البصونه يبتقع منك يا اخ قال كنت عيان البصونه ما بتشيلها تيشي ليه كون يا مرغني ما بنخليك والله والله ما نخليك والله وطلاي ها والله الدين ده بالعباو والله بالادله نرزع لما نتكيف والله والله ما طعنا فينا حرك الا موت وصل الزول بموت زول بموت بكتلوب هنا واحد بموت بملاريا ساي وزول شبعان في الكرسي ده بالقمات شبعان براو لأنه يوم وياه سواء قال لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ما تخاف عشان كده ربنا قال لك فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ويقدر دير بنفخوك بقلبك قرد بقلبك ما عارف أنا مايا بقلبك شنو ما بقلبك أي حاجة جاء صاقع في الجزيرة هنا قبل فترة ليقوبة هنا في الجزيرة دي فارتكت حتة حتة الجماعة قالوا الصاقع دي جاي للشيخ جاي للحلة كنا الشيخ يراها عليه ودول يجون الصاقع جماعة والله الكلام ده جابوه في الدار جابته دي جاريت الدار صاقع بحاله واحد تاني قال ده له حجاب بتاع صاقع جاي للشيخ قال له يا شيخ اليومين دي في رعد والصاقع والخريب وزي ده تعمل لي حجاب شنو من الصاقع الشيخ طوالي كتب له ورقة وقال له مش الزول أخذت الورقة طوالي زي الخمسين جنيه مسكة قوي وفات يوم بواحد قال لي يا الشيخ الصاقع عنده حجاب كمان الصاقع حجاب تنتهي من الزول لازم قال لي الصاقع دي كان جادو يطريحني انه تانا بجيني رأي وكان ما جادو ما بقول له الله بقول له منه بقول له الشيخ معناه الزول ده في الحالتين هو شنو زي ما قال فرفور في الحالتين شنو هو الضايع في الحالتين هو الضايع اما الزول الراجل الذكر الموحد ده والله ما ضايع لا في الدنيا لا في الاخره في الدنيا عزيز رافع راسه فوق ما بينكسر له راجل زيه راجل ودمره كدي اصلا لو في راجل بنزلوله كان نزلل اركع لمنه يا جماعه للنبي عليه الصلاه والسلام اذا كان انت سالت النبي بتكون مشرك فما بالك اذا لي من راجل ودمره مو معروف ذاته مشرك يا اصلا ازعلوا انت لو سالت النبي انت مشرك لو سالت النبي قلت له في الليله الهادي بناديك انت براك يا النبي انت مشرك فاصلا ما في عرض اطلاق كده الدعاء لواحد لله سبحانه وتعالى لان الرسول قال لك اذا سالت فدع المنوك اذا سالت فدع لله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت انسها وجنها والزمن الرسول ذاته اليوم ده كان موجود وكده قال الكلام ده لعبد الله بن عباس كان موجود هو ذاته معهم هو ذاته دخل نفسه عليه الصلاه والسلام لئن اجتمعت الانس والجن على ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا بشيء كتبه الله شنو لك ولئن اجتمعوا ليضروك بشيء يضروك دي معناها شنو
يشيلوك يحرقوا دكانك يعوجوا خشمك يدوك بنية لو ربنا ما أراد ما بيحصل لك. الكلام اللي بيحصل ده ربنا رايده لك. رفعت الأغلام وجفت الصحف. فيا جماعة نرجع إنه الكبيرة دي بنص الآية في سورة البقرة دي بتخلي لك في النار. وربنا قال هناك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الظالمين أي المشركين. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني ما لك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كونه تقول الجنة بالدفلان دي كبيرة أبو لهب ما قال زي ما قلت لك، لأن ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أذل الجماعة ديل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. عارفين البيئة البد الجنة الله والبنزل الموية الله بيقولوا الله كله الماسك الكون كله الله سبحانه وتعالى ما قالوا زي المرغرية ديل. فيا جماعة الشرك ده كعب. فالذول لو داير يعيش سعيد وهذه الغرية التي جينا فيها نحن فيها الآن دي والله نحن علينا بالظاهر نزل الله يعني أن ينعم عليكم ونزعدكم أنتم وأولادكم. هذه الغرية يعني نحسبها غرية موحدة أهل التوحيد ظاهرين يا جماعة. ربنا منزل الخير بيجيب المطر بيكونوا تمام تمام. أما أهل الشرك والله لو عندك عمارة فيها 37 طابق بتكون تعبان. مشرك ما عنده حاجة. أما دول موحد والله لو نايم في الراكوبة دي وعنده حمار وبيجاب يدع له برسيم وتمام ده أزعزه. ما قالوا لو عندك عمارة وإنت موحد زيادة الخير شنو؟ خيرين ما في حاجة. لكن تكون أنت عندك قروش كثيرة أو تكون بروف بروف كبير وتكون مشرك ما ينفعك. واحد يقول لك ده بروف فلان جايبين في قناة النيل أزرق واحد محسن الفاتح غريب الله ده كان مدير جامعة أم درمان الإسلامية. قال الولي الصالح في السودان يعني الصوفية يعني قال عندنا الولي الصالح بعد ما يموت بيطلع من قبره يقضي حوائج الناس ويرجع راجع مش كده؟ والله الكلام ما جابوه في غناء اسمها غناة النيل الأزرق وجابوه في كتاب زاد حقه اسمه يستنبئونك صفحة 128 قال الكلام ده. ده دكتور يا جماعة ده ما الغفير الماسك والبوابة لا ده الدكتور بروف ماسك الجامعة كلها الجامعة الناس فيها والمواتر اللي بتخش كموتر والعربات كلها تحت إدارته دكتور. لكن دكتور دلوك ساكت أوعك تكون زي ده. قال الولي الصالح بعد ما يقوم طيب راجع ليه حتى نحن فتحوا المراوح دي ومسخنين وما عرف نتقشقش يا اخي انت زود لو اخذتوا فيك الطوب دود دلحت وما عرف ودفنوك والشغله دي صعبه شديد حتى لو قمت ذاته فرضنا صدقنا كلام الدكتور ده نفضت الطوب الساعه 2 صباحا انت مثلا اهلك في مدني ولا في الخرطوم وجيت بالليل الساعه 2 صباحا لاولادك جيت لاولادك محمد يا محمد انا بالحقيقه جيت انا ابوك جيت راجع محمد بكوري ما بكوري بيلمع له اقول له والله لو عنده جنب قدر السبحه بكوري لو عنده جنب كبير بكوري لانه لا لانه ديما الفطره يا جماعه الناس الرعوا الغنم في الخلده دول الناس الرعوا بهاي بيعرفوا الكلام ده. البهيمه لو ماتت رفاقتها شنو بيجم بيشمنا كده عرفنا ماتت شنو بيمشم ما بتنفع ثاني. ورضوان الحديث ده حاط ظهير رضوان قال اذا مات ابن ادم وفي روايه اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث سيد الحافظ صدقه جاريه وعمل شنو صالح وابن صالح شنو يدعو له مش الابن يجي يدعو شنو ابوه واحد حتى يمشي الشيخ امشي يوم الجمعه بعد بكره ولا متين امشي حمد النيل هنا مش خلي في الجزيره امشي هنا جوا الخرطوم تلقى العربات واقفه عربات كلها فارهه مش كوار لا عربات كبيره تلقى واحد واقف بيجاي جنب القبر ومره بيجاي واحد دكتور واحد بعد مهندس واحد بتاع رغيف يا شيخ انا بالحقيقه اليومين دي الجهاز ما في واحد يا شيخ المره ما ولد واحد يا شيخ والله واحد بيحكي لي قال لي يا شيخ عندي وجع ظهر الشيخ شنو وجع ظهر الشيخ زاد تعبان يا
يا اخي الشيخ لو لقى طريقه ما بعاجك من رقبته، بيقوم في رقبته. الشيخ بيكون كاتمه مع شديده ذاته. الشغله دي ما جوا كاتمه في الغبور ده، التقاشر الغبور دي يا دول مرتاح، يا دول كاتمه معه، كاتمه معه ده. والله لو جبته مكيفات الدنيا يقول لها بتفهمه. واحد تلقاه يقول لك الشيخ ده خدت له مكيف، والله لو خدت المكيفات دي كلها كان مشرك تنفخ كده ساكت. نحن جيبها لنا نحن محتاجين، نحن ما عندنا مكيف. تديها شيخ كيف؟ فده شرك كعب، شرك في السودان زي ما قلت لك، ما الله بي عليم. فلا بد انت تكون سلفي ذول، تموت على العقيده الصحيحه. ربنا قال افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا شنو؟ على صراط مستقيم. يا تو الاخير ذول اللي بيمشي منتكس ولا الرافع راسه فوق؟ يا تو الرافع راسه فوق، زول ما خليك رافع راسه فوق ابدا. ما تنقل يا راجل تمشي له واحدين بودوا النسوان للرجال، نسوان مرضوا دار الراجل. يا جماعه الكارثون قال اذا كان في البخاري شيخ الالباني جاي في كتاب اداب الزفاف انه عبد الله بن حفصه بنت ابي بكر ولا اسماء لقت منو؟ لقت رسول الله معاه الصحابه نيخليها الجمل. ده سيد البشر يا جماعه، نيخليها الجمل عشان تركب شنو؟ معاهم وشايل حطب ابد تركب. اتذكرت انه عندها راجل ده شنو؟ عبد الله بن الزبير عنده غيره، زبير عنده غيره شنو؟ صعبه. قالت فتذكرت غير الزوجه ابد. قالت له امشي يا رسول، يعني بتركب معه. رسول الله عرف يعني عارف زبير ده عنده غيره. فما جت قالت حكت له، قالت له والله لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونيخليه الجمل وتذكرت غيرتك وما ركبت معك. قال لها خير تشيل الحطب ده في راسك ولا تركب معه. ده منو يا جماعه؟ ده سيد البشر. هل شاكي فيه؟ ما شاكي فيه، لكن عنده غيره. رسول الله يعرف انه عنده غيره. والصحابه كان رسول الله وقيت خش غسل وقالوا له القصر ده اللي فيه جاريه، قالوا القصر ده منو؟ قال لي عمر. قال عرفت عمر عنده غيره شنو؟ ابى يخش. عمر قال له ومنك اغار يا رسول الله. بكى عمر بكى. شوف الرجال دي كيف تجي تودي مرتك يا اخي تخليها مع الشيخ سبع يوم، سبع يوم بيحصل شنو يا جماعه؟ هل الموضوع ده خلوه سبع بيحصل شنو؟ رضوان قال ما اجتمع رجل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، ما اجتمع رجل وامراه الا وكان شنو؟ شيطان ثالثهما. علي كيفك؟ فده موضوع خطير. فالسودان هذه التصوف دخل شرك كعب. فلا بد يا جماعه كلنا نحن نبدا، الواحد يبدا من مرته ومن ولده في البيت. تقول لي نفس وصيه لقمان دي، تقول لي يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. تحدث وربنا الخير بيجيك، ربنا يجيب لك الخير في بيتك نعم ان تكون موحد. ربنا قال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، ربنا قال شنو؟ فلنحيينه حياه شنو؟ طيبه. الحياه الطيبه لها للتوحيد. ولانه يا جماعه الذول ختاما، الذول يا جماعه يوم يموت والله هناك في القبر ما بيسالوه كله من التوحيد. اول ثلاثه اسئله من ربك؟ السؤال الثاني ما دينك؟ السؤال الثالث ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ذول ما كان موحد وما كان متبع النبي عليه الصلاه والسلام ما بجاوب، بيقول ها ها لا ادري. وذي الملائكه غلاس شداد، ذول كان هنا في الدنيا بنادي ها يا ترعفينا يا رجل العلفون الازرع من التلفون يا ود عويز الغرمت الغرمت الغرمه يا تيس. والله ده يعرف حاجه، والله والله يعرف حاجه. ده حيقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك. ربنا قال كلا، تاني رجع ما في ده لحد لو خدتوك فيه والله تاني قنقلوا لك حي، قالوا قنقلي ما تنقلي لحد تاني ما بتقوم. اجل ما يقولش الدكتور ده يقول لك بتقوم تاني، ما بتقوم نهائي. نحن عندنا الزول لو قفلوا في الحراسه دي لو ما عنده ضامن بيتعب، لو ما عنده ضامن جاو ضامن سريع بيطول في الحراسه. تلقاه كم مره يخشفوا لي زول وما عنده زول، لو زول بقى زول مسكين ما عنده زول حيقعد كم يوم؟
لما يجيبوا له بطاقة والبطاقة ما تابعة لوين؟ ما تابعة لتندلتي، ورجع راجع وانت بتعاين وكان نيابة قريبي، ولا المهم بيشوفوا لك حلل. لكن هناك انت مشرك ما عندك حلل، حالك جوا بس، حللك نار هناك، لأن ربنا اداك فرصة. ربنا قال شنو؟ خالدين فيها أبدا وما هم بخارجين من النار. عشان كده ربنا قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ده أكبر إثم، أكبر جريمة يا جماعة الشريك ده. عشان كده ده شنو؟ يقبل الداعمين. ما تقول أنا إلا أنا. أبدأ من بيتك، أبدأ من بيتك، أهلك، أمك، خالك، حبوبتك، جدك، ود عمك في العربية، بالشل بتعرفه بالقليل، والله يا ربنا بيرفعك، ربنا بيرفعك، بيرفعك، والخير بيجيك. لأنه دي، وتذكر إنه دي دعوة النبي أوذي وضرب فيها. يعني قدي ورقة قال له شنو؟ قال له ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أو أوذي في الله. قال له يا دول جبي نفس دعوتك دي إلا أعداه بمقتار يا ذو، لكن جاء شنو؟ زيها زيها. أما ذول جاء بدعوة غير دعوة النبي، حتى لو بدعوا عارفها، بدعوا للتوحيد ودقنوا ليه لا، وبيطلع بفوق بحمد وبخش بخجلي، واليومين دي الجاز ما في والبترول، وده ما بيعادوا لأنه ما تكلم في التوحيد. عندنا ناس كتار، ها تلقى واحد يقول في التلفزيون سواه، اقول لا في اذاعه جايبينها في التلفزيون، اسمها اذاعه نور، اذاعه مش في التلفزيون، تقريبا عندها اذاعه ولا في التلفزيون، اذاعه نور انا مره سمعتها في الراد. اذاعه دي قالوا شنو؟ واحد قال بيتكلم مره، قال شنو؟ قال له انه حتى بيتكلم انه الجمل بيشرب كم جيركانه. الجمل نحن ما الجمل بيشرب هنا يا ذول، وري الناس التوحيد جمل شنو؟ كل ساعة كاملة الجمل بيشرب، واحد يقول نص جرقان، واحد يقول لي جرقان، يا ذول وذول بيدقنوا، وده كله كلام فاضي زي كلام فاضي زي يجيبوا لك في التلفزيون، وخش بي جاي وخش بي جاي، واحد يجيب يقرا آية كاملة، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يجتمعوا له. يقنب الضبان يفرتك حتة حتة، ضبان يا ربنا ضربان مثل ليه؟ عشان التوحيد، عشان العبادة. قال الناس ذي لو ده يخلقوا ضبان الصالحين والطالحين، ربنا قال اتحداهم، قال ما بيخلقوها. يجي الدكتور ده يجيب لك دكتور في التلفزيون يخش الضبان يفرتقها لك حتة حتة، أضانة ما بخليها لا نخرتها لا عينها. في التوحيد بيجي ماشي زاد. عشان كده يا جماعة دارين الحال ينصلح، الجاز يرقد في تندلتي، في اللبيض، في شندي، في كسلة، والحكاية ترخى، والأمور تكون تمام، نكون دعاة للتوحيد. ده الحلل، ده الحل الوحيد اللي هو حق الله للعبيد، التوحيد. ونحن اليوم قصرنا في الجانب ده، عشان كده المعيشة ضنكة، معيشة ضنكة، ما في الأسعار غالية. ربنا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، ضنكة، ونحشره يوم القيامة أعمى. ربنا يجيبه أعمى يوم القيامة. فيا جماعة ده الحلل، ده الحلل. فنزل الله أن نرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، جزاكم الله خيرا.